يسعد أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم في جولة جديدة في الطبيعة الفلسطينية. جولتنا اليوم راح تكون جولة مميزة، أجواء باردة جدا. إحنا الآن وقت الغروب، راح تكون الجولة على دفعتين. الآن أنا جيت حطيت الخيمة وراح أغادر مباشرة، يعني على أمل أني أرجع بكرة الصبح مع طلوع الفجر أكون داخل الخيمة. بكرة درجة الحرارة متوقع تكون 2-4 تحت الصفر، فأنا بدي أجي هون وأراقب الطيور، إيش أنواع الطيور اللي بتكون نشطة في مثل درجات الحرارة المتدنية هاي، وكيف سلوك الطيور، وإيش أنواع الطيور اللي ممكن أني أوثقها. الآن أنا راح أغادر بعد ما نصبت الخيمة وأتركها، وغدا صباحا نلتقي إن شاء الله. إلى اللقاء. صباح الخير، احنا في صبيحة اليوم التالي، درجة الحرارة 2 تحت الصفر برا، كل اشي متجمد، انجماد كامل، الصقيع معبي الزرع وحتى الخيمة الكيفها طبقة من الصقيع عليها. الان راح استنى اشوف ان شاء الله شو راح يبلش يجي، ممكن الشمس بعدها مش طالعة كمان شوي بدها، فمجرد ما طلع الضوء ونبلش إن شاء الله ننتظر شو راح يكون نصيبنا اليوم من الطيور، ونتعرف زي ما حكينا على كيف تتصرف الطيور في درجة الحرارة المتدنية. الجو بلش يصفى، كان المنطقة فيها ضباب خف، الآن في صوت طيور في المنطقة، راح نشوفها إن شاء الله بس تقترب أكثر. هذا طائر صغير الحجم زي ما أنا شايفه، هذا الكركس. كركس اسم الشائع، اسمه ذعرة بيضاء، مصنف كزائر شتوي، في بيزورنا في فلسطين هون فقط في فصل الشتاء. هذا الطائر يعشق الماء، يعني دائما في المناطق اللي فيها مياه، في المسطحات المائية، محيط المسطحات المائية، ويأتي من مناطق باردة في أوروبا يعني في الشمال، وبفضل التواجد دائما في محيط المياه. حتى داخل المناطق المبنية أكيد، يعني هذا مشهور الطائر، كل بيعرفوا لأنه بتواجد في محيط المناطق المبنية، نشوفه أثناء المطر لا يختبئ. كثير من الطيور تختبئ أثناء فترة المطر، لكن هذا الطائر نشوفه دائما نشط أثناء المطر، بتواجد كثير في بقع المياه جنب الطرقات. يعني نشوفه، هذا أول الطيور اللي شفناها اليوم. في صوت هذا، استنى بس شوي أميز، هذا طائر آخر، طائر صغير الحجم بين الحشائش هون. هذا جشنة، أحد أنواع الجشنة، غير واضح بالنسبة لي أي أنواع الجشن، أكثر من نوع تتواجد في فلسطين، لكن الجشن بشكل عام هي من الطيور الزائرة الشتوية، نشوفها في فلسطين فصل الشتاء، يعني تتواجد عادة، تركز تواجدها في المناطق الزراعية، محيط البرك والمسطحات المائية، محيط المستنقعات، نشطة جدا. في مجموعات منها أنا شايف هنا، في حركة لمجموعات تنتشر في محيط المكان اللي أنا موجود فيه، يعني لحد الآن ما شفت طيور كبيرة الحجم،
كلها طيور صغيرة، طيور صغيرة فقط، لا أرى أي طائر كبير الحجم حتى الآن. ممكن بعيدة عن المياه بسبب تدني درجة الحرارة، ننتظر إن شاء الله. أها ما شاء الله، الآن أول الطيور كبيرة الحجم أو متوسطة الحجم. هذا هو الزقزاق الشامي أو قطاف شمالي، اسم الرسمي، اسم الشائع زقزاق شامي. هذا الطائر جميل، راح نشوف إن شاء الله، جميل جدا. شوفوا ألوانه، في على رأسه ما يشبه التاج. الزقزاق الشامي من الطيور الخواضة، يعني ما بيسبح في الماء زي البط مثلا، يخوض في محيط المسطح المائي، تبقى في محيط المسطح المائي تبحث عن غذائها. عادة إلها منقار طويل تنبش الطين الموجود في محيط المسطحات المائية، عشان هيك ما بيسبح، يعني ما بتوقع يقرب عندي هون يجي. لكن هاي صور واضحة، توقعت اليوم أصور، أكيد إن شاء الله راح نتصوره، لكن لحد الآن ما ظهر البط الخضاري، أشهر أنواع البط طبعا، لكن حتى الآن لم يظهر. يعني ممكن في أسراب بعيدة تحلق، لكن ما في شيء وصل للمكان اللي أنا موجود فيه حتى الآن. في الانتظار. هذا الزقزاق الشامي مرة أخرى، لكن بعيد هذه المرة. يبدو سرب من الزقزاق الشامي، وعادة يتواجد على شكل أسراب، تكون أسراب صغيرة مع بعض. هذه هنا، هذه أكيد ذكور متناحرة. هذا زوج من نوع آخر من الزقزاق، هذا الزقزاق الشوكي، نفس النوع لكن ألوانه مختلفة. وهذا النوع بالذات هو طائر مقيم عكس الزقزاق الشامي. الزقزاق الشامي حكينا زائر شتوي، نشوفه في فلسطين فقط في الشتاء، لكن هذا زقزاق شوكي مقيم دائم الإقامة في فلسطين. أرى الآن البط الخضاري بعيد، بعيد نوعا ما، لكنه موجود في المنطقة خارج المياه. هو عادة هذا البط أكيد يعني داخل المياه بسبح، لكن الآن بين الحشائش في زوج من البط الخضاري. راح أحاول أو أنتظر قدومه. طبعا الخضاري من الطيور المقيمة في مناطق في فلسطين، بعض مناطق فلسطين هو مقيم دائم، لكن في مناطق أخرى يظهر فقط في الشتاء، يعني يأتي على شكل طائر زائر شتوي. يبدو أنه في أكثر من زوج، لكن في سرب من البط الخضاري، هذا ذكر أنثى، لكن مختفي بين الحشائش. الهواء قوي جدا، الخيمة يدوب تثبت، درجة الحرارة متدنية، والهواء خلى الأجواء باردة جدا. ما أعتقد أني أقدر أصور شيء أكثر من اللي صورته اليوم،
بتمنى انها الحلقة نالت اعجابكم، تعرفنا على طيور جديدة، صورنا في اجواء جديدة اول مرة، بوثق جولة في هاي الاجواء في درجات الحرارة المتدنية جدا. بتمنى مرة ثانية انها الحلقة تنال اعجابكم. ما تنسوا الاشتراك في القناة، ما تنسوا تفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك، اعملوا شير. شكرا كثير للمتابعة، وإلى اللقاء في جولة برية جديدة. تحياتي.